السلام على من تبسم وهو يعلم أن البسمة في وجه أخيه صدقة. السلام على من تكلم في غياب الآخرين وهو يعلم أن الكلمة الطيبة صدقة. ده سقاء الماء صدقة. عمل الخير كله صدقات، لا تستصغر عمل الخير، فإماطة الأذى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة. النهاردة نتكلم عن الصدقات وعمل الخير، ومعانا قامات في العمل الخيري والعمل التطوعي بمدينة 6 أكتوبر والواحات وأماكن تانية كتير، هم هيتكلموا عنها النهاردة في حلقتنا في برنامج ستات.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا. هنبدأ معاكم حلقة جديدة وهنتعرف على ضيوفنا النهاردة. معانا أستاذة منال سعيد صالح، رئيس مجلس إدارة جمعية مستقبلنا حلمنا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منال. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة، نورتينا النهاردة. كل سنة ومعانا وحضرتك طيب يا فندم. معانا أستاذ أحمد قاسم مدير مشروع مبادرة 2 كفاية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتينا النهاردة. ومعانا أستاذ صبري عبد الحميد أمين الصندوق بجمعية مستقبلنا حلمنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ صبري، منورين النهاردة برنامج ستات.com. ويمكن البرنامج ستاتي يمكن اول مره يطلع معانا رجاله فيه، ده من حسن حظنا احنا. يعني كان لازم كمان يعني احنا نفتخر بوجودكم في العمل التطوعي والعمل الخدمي عموما. ليكم مبادرات كتير ومبادرات جميله جدا خاصه في شهر رمضان. وقبل ما اتكلم عن المبادرات والاعمال الخيريه اللي حضراتكم قمتوا بيها، بس لازم ابدا مع استاذه منال الاول واتكلم عن فكره تاسيس الجمعيه جات لك ازاي. يعني احنا اعضاء مجلس اداره الجمعيه واعضاء الجمعيه احنا شغالين في العمل الخيري من 20 سنه. احنا بس حابين ان احنا نشتغل عن طريق مؤسسي، فقمنا بتاسيس الجمعيه على اساس بقى ان احنا نتوسع ونكبر ونساعد اكبر، يعني كميه اكبر من الحالات او اكبر عدد من الحالات. تمام. اللي عايز اعرف برضو الحالات اللي حضرتك بتساعديها الاماكن يعني انت حضرتك قائمه على اكتوبر فقط ولا هناك اماكن اخرى؟ لا، في اماكن اخرى، في الواحات البحريه، في اسيم، في القم الاحمر، في اماكن مختلفه وقرى مختلفه من محافظه الجيزه. طيب انا لما اجي اتكلم عن مشروع 2 كفايه، يمكن برضو المشروع ضمن يعني اهداف الجمعيه وضمن المبادرات اللي بتقوم بها الجمعيه. يمكن احنا سمعنا عن المشروع ده من خلال اعلانات في التلفزيون، ولكن اهداف المشروع وكيف قام المشروع وانتهى لفين بالظبط دلوقتي احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. فيا ريت حضرتك تكلمنا عن مبادره 2 كفايه بما ان حضرتك كمان مدير المشروع. اكلم حضرتك في الموضوع باستفاضه، يا ريت يعني لو يسمح لي الوقت. اتفضل. الاول طبعا الجمعيه تم توقيع بروتوكول مع الجمعيه ووزاره التضامن الاجتماعي من عام 2018 بالظبط شهر 11، يعني دلوقتي بقى لنا اهو سنتين داخلين على سنتين والمبادره لسه مستمره. طبعا المبادره دي اللي اطلقها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام، بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الصحه. تمام. احنا بدانا في المشروع من شهر 11 عام 2018. المشروع عباره كان الاول خاص بالتعامل مع الاسر المستفيده من برنامج تكافل وكرامه. تمام. المشروع عبارة عن احنا بنعمل حملات طرق أبواب للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. بتروح المثقفة بتعمل للسيدة توعية عن تنظيم الأسرة، بتتابع معاها تلقي وسائل تنظيم الأسرة، لو السيدة عندها رغبة أنها تتلقى وسيلة تنظيم الأسرة بتوضح لها كمان إيه أنواع الوسائل اللي ممكن تكون مناسبة ليها. والمثقفة كمان بتتابع معاها ان هي اللي السيدة بتتابع معاها لحد ما توصل للوحدة الصحية او العيادة اللي تتلقى فيها الوسيلة المناسبة بيها. تمام. طب نتكلم اكتر عن تفاصيل اكتر عن المشروع. انا برضو عايز اسأل حضرتك سؤال. تمام. يعني المثقفات بيروحوا للأسر بيحاولوا يوعوهم ان 2 كفاية كده، صح؟ اللي هو 2 من الاولاد كفاية، صح كده؟ مظبوط. بس طب مش بيبقى في خلاف عند الناس ان يعني بعض المعتقدات او اللي هي الغلط ان أكيد. ان انا اقتصر على 2 فقط ده حرام شرعا. اكيد عند حضرتك خبره. طيب. ان لا مش حرام، فهو في ايه الفرق ما بين الحرام هنا والحلال؟ طيب احنا هنا يا جماعه قلنا تنظيم اسره، ما قلناش تحديد نسل، هنا في فرق. تمام. احنا المبادره هي 2 كفايه بمعنى تنظيم الاسره، حتى ندواتنا اسمها ندوات تنظيم اسره، حملتنا اسمها حمله تنظيم اسره مش تحديد نسل. ايه الفرق بين تنظيم الاسره وتحديد النسل؟ تنظيم الاسره بمعنى المباعده. احنا عايزين السيده او الام تاخد نفسها شويه، يكون في فتره مباعده بين الطفل الاول والثاني.
بحيث ان الطفل الاول يقدر يستقبل الرعايه المناسبه من الام، من ناحيه الرعايه الصحيه، من ناحيه الغذاء الاكل والشرب، من ناحيه التعليم كمان، من ناحيه كمان العلاقه الزوجيه، لان طول ما السيده الخلفه ورا بعض الخلفه ورا بعض مش هتلاحق ولا هتعرف تخلي بالها من صحتها. انا مش بقول نحدد الناس، لان انا اكتفي فقط على اثنين، ولكن انا انظم، يعني اجيب واحد واستنى شويه وبعد كده يكون في مباعده، يعني مش اقل من 3-4 سنين من كل طفل، ما يبقاش كله ورا بعضه. تمام. بحيث ان الطفل ده ما يتظلمش، ياخد الرعايه المناسبه ليه من ناحيه الغذاء والتعليم والصحه. طيب، خصوصا كمان ان نسبه كبيره من الاسر دلوقتي ما بقاش عندها مقدره انها اصلا تخلف 2 و3، فكده الطفل ده كده بيجي ويتظلم. بيتظلم والدوله بتتحمل مسؤوليته، رغم ان الدوله مالهاش ذنب في ده. دي مسؤوليه الاب والام اللي خلفوا الطفل ده. برضو ليه عند حضرتك سؤال، بس خليني ارجعه لك مره تانية، لازم اتكلم مع استاذ صبري، ان السؤال بتاع حضرتك اللي هو المشروع نجح، يعني انت بتقول ان احنا على مدار سنتين مشروع مدته سنتين، انت شايف ان المشروع نجح وان الناس فعلا اكتفوا باتنين كفايه؟ بس هتجاوبني على السؤال ده بعدين. استاذ صبري، حضرتك امين الصندوق بالجمعيه. طيب، يمكن في جامعات كتير جدا وجامعات مشهوره جدا وبنسمع عنها وواخده صيت كتير جدا، ويمكن احنا مش شايفين شغلها على ارض الواقع. فمن عملك بالجمعيه، انت شايف ايه الفرق ما بينك وبين الجمعيات الكبيره، وايه اللي ناقصك عشان تبقى من الجمعيات المعروفه والمشهوره واللي بنشوفها فقط بتتلقى زكوات وبتتلقى صدقات وبتتلقى حاجات كتير جدا، وللاسف انا مش شايفه شغلها. يمكن انا شايفه شغل جمعيات، انا مش عايزه اقول صغيره، لان انتوا ما شاء الله كبار بجد، يعني موجودين على ارض الواقع. يمكن انتوا مش واخدين الدعايه المطلوبه، لكن انتوا شغالين على ارض الواقع، انا بشوفكم في الشارع، بعكس في جمعيات كتيره بنسمع عنها لكن ما بنشوفهاش. فايه الفرق وايه المتطلبات اللي حضرتك محتاجها علشان تطلع زي الجمعيات دي؟ والله احنا كمجلس اداره الجمعيه او كجمعيه في كل، يعني في كل الاوقات احنا شغالين مع الشارع. فاحنا في رمضان بدانا ننزل بشنط رمضان من اول شهر رمضان، بدانا نوصل الفطار للمنازل، نعمل فطار بنوصله لغايه البيت. ان شاء الله باذن الله عاملين مبادره كسائك لغايه بيتك، ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه بنسلم ملابس العيد موجوده. الجمعيه عندنا شغاله كويس جدا بمساعدات اهل الخير، ناس كتير جدا بتساعد في الجمعيه. طبعا هم رافضين تمام ان هم يذكروا اساميهم، لكن احنا بنشكرهم من واقع البرنامج، الناس شغاله معانا كويس. هي في مبادره ثانيه، احنا بننادي الناس كلها، يعني كل واحد ساكن في عماره خلي بالك مين اللي ساكنين معاك. احنا بنتكلم على عماره مثلا فيها 15 20 شقه، اللي بتلاقي فيها 2 أو 3 فقراء، وانت بتشتري قطقم لعيالك حط طقم كمان لابن جارك اللي هو فقير غلبان، اعتبره هديه عيد ميلاده مثلا، فمش هيكلفك حاجه. انا كان لازم يعني برضو اسال حضرتك، انا عارفه ان حضرتك ماسك مدير مركز شباب مدينه السادس رئيس من اكتوبر، ولكن طيب انا معايا فاصل، هنطلع للفاصل ونرجع نكمل حوار حلقتنا معاكم في برنامج ستات.com، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في ستات.com. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، لأن الصدقة تمنع غضب الله سبحانه وتعالى وتشرح الصدر وترفع البلاء، وخاصة احنا محتاجين للصدقات وكثرتها خاصة في هذه الأيام. يعني احنا عندنا بلاء عالمي، مش فقط يعني بلاء محلي، لا ده بلاء عالمي، فمحتاجين ان احنا يترفع. فالبلاء ده هيترفع ازاي؟ هيترفع بعمل الخير، بالصدقات، بتصفية النفوس والقلوب. مكملين معاكم في العمل الخيري والعمل التطوعي والصدقات. وكنت بسأل أستاذ صبري عبد الحميد أمين الصندوق بجمعية مستقبلنا حلمنا، حضرتك كنت ماسك أو ما زلت رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السادس من أكتوبر، تمام، وحضرتك متطوع مع جمعية مستقبلنا حلمنا. فأنا عايزة أعرف إحساس حضرتك في الشارع وإنت نازل بتعمل عمل بدون مقابل، طبعاً وعملك ذو منصب وبمقابل، هل هناك فرق ما بين الإحساس والإحساس؟
هو العمل العام بدون مقابل ده متعه انت مش متخيلها، وانت بتضيفي فرحه او بتعملي بتحلي لحد مشكلته او بتقفي جنب حد او بتعملي واقع عملي المهني. ومن واقع ان انا رئيس مجلس اداره مركز شباب الحي السادس، ومن واقع ان انا امين صندوق جمعيه مستقبلنا حلمنا، ده العمل العام. وانت ماشيه في الشارع انت بتعملي الخير، وانت ماشيه في الشارع بتعمليه. طبعا بقى لنا اكتر من 20 سنه في العمل العام، في مبادره كويسه جدا بين الجمعيه وبين مركز الشباب، وهي ان احنا في عندنا معرض في الجمعيه، معرض لتجهيز العرايس من فساتين وبدل وكل ما تطلبه العرايس والافراح. احنا كجمعيه كلمني اكتر عن المعرض بقى. المعرض، المعرض ده بتطلع الفساتين مجانا، بتعملوا الفرح للعروسه اليتيمه، بنعمل الفرح مجانا كمان في مركز الشباب، بنعمله مجانا يعني احنا في مركز الشباب. مركز الشباب يعني طب دعاية بقى، انت تلاقي اكتوبر كلها جايه تعمل الفرح عندك. لا نوروا كله بيبان جاي. لا كله مجانا كمان. احنا هي في مبادره بين المركز وبين الجمعيه ان احنا العريس والعروسه بيخشوا معرض الجمعيه بيلبسوا البدل، بيلبسوا الفساتين، حتى اصحابهم اللي موجودين معاهم لو حابوا يلبسوا من الجمعيه بيلبسوا. والله يعني وعندنا لبس اطفال خاص بالافراح، لو اخواتها العروسه او اخواتها العريس بيلبسوا بدل فساتين، كل حاجه بيلبسوها تماما. واحنا كمركز شباب بنعمل الفرح كمان مجانا طبعا للظروف الاجتماعيه اللي موجوده. اي حد بيحجز في قاعه دلوقتي بيحجز بمبالغ طائله، احنا عشان واقفين جنب الناس. انتوا بتوفروا كمان القاعه؟ القاعه موجوده عندنا. القاعه مركز الشباب. مركز تمام الشباب. والفستان، الفستان والبدله وكل حاجه على حسابنا. العريس والعروسه ما بيتكلفوش اي حاجه خالص غير وجودهم بس موجودين، احنا بنعمل لهم كل حاجه يعني. احنا بنعمل لهم كل حاجه يعني. الحمد لله. طب دي حاجه جميله جدا. من واقع الكلام ده ففي دعوه لاي حد او اي واحده عندها فستان فرح حطها في الدولاب، فبلاش يتحط في الدولاب، ابعتيه الجمعيه، هيستفادوا الناس كتير جدا هتستفاد بيه. اللي عنده بدله ضاقت عليه او بدله وسعت عليه يجيبها الجمعيه، هيستفاد بها حد تاني. المعرض موجود، ممكن كان في موجود صور للمعرض كانت موجوده قبل كده. المعرض معرض كبير ومعرض كويس جدا، واللي حابب يزور المعرض نفسه يشرف، اللي حابب يتبرع بحاجه زي كده للجمعيه يتفضل يجيبها للجمعيه وتبقى موجوده. هتبقى انت بتساهم بعمل خير، بتساهم. النهارده انت ايجار فستان فرح بيتكلف مبلغ، بدله الفرح بتتكلف مبلغ، لا انت هتبرع بيها للجمعيه بدل ما انت. احنا معانا تقارير عن النشاط والمبادرات اللي قامت بها الجمعيه، طب يا ريت نجهزها. طيب طيب تمام اتفضل. فدي دعوه احنا بندعو الناس كلها، اللي عنده بدله ضاقت او وسعت او خلاص لا هاتها الجمعيه، في غيرك يستفاد بيها. اللي عندها فستان الفرح حطها في الدولاب، مع الزمن هيدوب وهيبقى، لا هاتيه الجمعيه غيرك يستفاد. يعني احنا يعني فستان الفرح بيتجف فعلا زي ما حضرتك بتقول مره واحده وبيترمي، محدش بيلبسه، هو محطوط في الدولاب زينه وخلاص على كده، محدش بيستعمله تاني. بيبقى صدقه. احنا نتصدق بيه، ما دي حاجه كويسه. والجمعيه فاتحه برضه. انا عايزه اعرف احساسك وانت ماسك منصب في مركز الشباب وبتاخد مقابل، واحساسك وانت موجود في العمل التطوعي. مركز الشباب تطوعي، انا رئيس مجلس اداره تطوعي برضو، وامين صندوق جمعيه تطوعي. انا بس شغال في مكان بقبض منه مرتبي، لكن انا في مركز الشباب تطوعي تماما. يعني مركز الشباب رئيس مجلس اداره ده تطوعي بدون مقابل، والجمعيه بدون مقابل. فالعمل العام اللي شغالين فيه مفيش حاجه عبقريه. الحمد لله يعني. الحمد لله شغال وبقبض يعني. انا قلت بتاخد فلوس. لا لا خالص خالص، ربنا يكتر من عمل الخير. الحمد لله ويجازيك خير ان شاء الله. استاذه منال، طبعا حضرتك يمكن من السيدات القامات المحترمات اللي موجوده في المدينه وليها عمل عظيم في العمل التطوعي والعمل الخيري. فطبعا كان لازم اتكلم عن مبادراتك انت، يمكن مبادره وطن واحد، عايزه اعرف الفكره جات لك ازاي، ومين اللي موجود في المبادره، وايه الهدف منها. مبادره وطن واحد دي كانت يعني الفكره لمجموعه من قامات اكتوبر، الاستاذ صبري حسين ووليد القاضي، خالد حسني، الاستاذ صبري عبد الحميد، مجموعه من الشباب الجميل دوت. عملنا مبادره وطن واحد علشان نزين الكنيسة لإخواتنا المسيحيين ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. والمبادرة مستمرية في كل الفعاليات وفي كل المناسبات. المبادرة هتقتصر فقط على تزيين الكنيسة ولا لها نشاطات أخرى؟ لا لا، هي مستمرية لزيارة المستشفيات. يمكن أنا كمان الأطفال. شفت أستاذ فوزي ناصف من الكنيسة في رمضان جايب الفوانيس وجايب الزينة بتاعة رمضان ورايح الأستاذة منال وبعض الشخصيات اللي موجودة في أكتوبر ووزع عليهم زينة رمضان، ودي من المبادرات الجميلة والتبادلية ما بين الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين. هي راحت زينة الكنيسة وهم جابوا لها زينة رمضان. إحنا الحمد لله إخوات، الحمد لله، ويعني وكل مبادراتنا بنعملها بالتعاون مع الكنيسة ومع الأستاذ فوزي. هو جاء لنا كل سنة وانتم طيبين في رمضان وجاب لنا فانوس رمضان. بس أنا ما شفتش حاجة.
انا اللي خدت زينه ولا شفت فوانيس يا استاذ فوزي؟ لا حاضر يا استاذ. الاستاذ فوزي هات حاجه الاستاذه هاني. حاجتي تتحجز. ربنا لا الحمد لله ربنا يديم المعروف. يعني احنا ما تربيناش على مسلم ولا على مسيحي. احنا طلعنا يعني في عائلاتنا او في بيوتنا احنا ما كناش نعرف يعني ايه مسلم. بالظبط تربينا احنا مش عارفين نفرق جارة اللي هي صاحبه عمر دي مسيحيه ولا مسلمه. مش هو اللي يهم عنده ولكن المهم التعامل. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير من علم الانسانيه وعلمها. بالنسبه للمسيح والمسلم انا مدير المركز في عندي في مركز الشباب مسيحي. الاستاذ نصري ده مسيحي فهو مدير المركز عندنا. فصدقك ما فيش تفريقه بين المسيحي وبين المسلم. احنا ده مش في حساباتنا اساسا. واحنا عندنا في اعضاء الجمعيه اعضاء الجمعيه برضو الاستاذه عزه والاستاذه سوسن الاخوه المسيحيات الاستاذ فيكتور المحاسب حسب مشروع اتنين كفايه. فاحنا الجمعيه الحمد لله لا ما تعرفش يعني ايه مسلم ولا مسيحي. احنا كيان واحد في وطن واحد. تمام. انا معايا مداخله تليفونيه من استاذ اسلام فاروق. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ اسلام. الاتصال موجود ولا انقطع؟ طيب يا ريت تحاول اتصال بينا مره ثانيه يا استاذ اسلام. المبادره جات لك ازاي بقى؟ وطن واحد الفكره جات لك ازاي انك تعملي؟ انا شايفاكي ما شاء الله ضايفه مجموعه كبيره من العمل العام في اكتوبر على الجروب ومسميه وطن واحد وعملتوا نشاط كويس. فالفكره جات لك من الاساس ازاي؟ هي فكره مجموعه من الشباب الجميل المحترم المحب للعمل العام كان عايز يقول لاخواتنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين. المبادره نجحت والنجاح باهر والحمد لله. وهم حبوا يكملوا طبعا في حفلات الايتام ومساعده المرضى وتوزيع شنط رمضان والحاجات والمبادرة. انا اتكلم عن المبادرات اللي انت عملتها في رمضان. انت عملت يمكن مبادره جميله جدا ما تكلمش عنها. هنتكلم عنها بعد الاتصال. هنتكلم عنها بعد الاتصال مع استاذ اسلام فاروق. رجع تاني اتفضل يا استاذ اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك طيب يا فندم؟ انا كنت عايز بس اشكر الاساتذه وكل من كان معانا الجمعيه على الجمعيات الخيريه لان بامانه الناس دي بتتعب وعاملين مجهودات عظيمه جدا. ده حقيقي. بنروحوا ناس كتير. لا ما شاء الله ده حقيقي. هم عاملين حاجات كتير جميله وكمان ده لسه يعني في طبعاً ملابس هتوزعها على الاطفال الايتام وهتفرحهم. فهي عامله حاجات جميله صراحه. طبعا الناس دي بتتعب فانا حبيت اشكرهم على الهوا عند حضرتك يعني ويعني وحبيت اديهم حقهم يعني ولو جزء بس اللي حقهم يا فندم. ده حقيقي. اشكرك جدا يا استاذ اسلام على اتصالك ونورت البرنامج واسعدتنا باتصال حضرتك يا فندم. شكرا جدا. نتكلم. التقرير جاهز؟ التقرير جاهز؟ طيب خلينا نطلع للتقرير. نطلع نشوف التقرير اللي عاملينه عن الجمعيه ونرجع لكم تاني. هنصرف 50 تاني في 50 خمسين جايه. ده كان جانب بسيط من التقرير. يعني يمكن انا اللي كنت موجوده على فكره مش عارفه شفتونا ولا لا. انا كنت موجوده اللي بسالها انت حتى صوري ولا لا قالت لي لا موجوده. دي كانت اهم حاجه بس يا رب تكونوا شفتوني يعني. فهي ما شاء الله عامله ده كان المساعدات دي كانت للاخوه الافارقه في مساكن عثمان. يمكن دي كانت من الحاجات الجميله. يمكن احنا هنا الشعب المصري شعب عموما متكافل مع نفسه. يعني ايه؟ يعني انا غنيه وجنب حد فقير اللي مش هسيبه وهكذا هروح اشوفه او كده كده. احنا بنساعد بعضينا دايما. الصدقات لما بيتم توزيعها بيتم توزيعها على المصريين. ودايما ناسين ان في فئه يعني كبيره وشرائح كبيره من الاجانب موجوده معانا في مصر. فيمكن الناس دي بجد واحنا بنودي لهم المساعدات من الحاجات
يعني اللي اثرت فيها جامد ان هم ناس منظمين جدا، كانوا الاخوه الافارقه والسودانيين تقريبا منظمين جدا، بيشكروك جدا جدا وانت بتدي لهم المساعده، يمكن بعكس المصريين احيانا احنا كان ممكن نتضرب واحنا بنوزع الحاجات، اما هم لا هم بيشكروك فوق ما تتخيل، وبالعكس يعني ان هم كمان بيحبوا جدا وانت بتديهم المساعده ياخدوا دي صراحه انا ما شفتهاش مع حد، ان وانت بتديهم المساعده اتصور معايا يقول لك تعالى اتفضل احنا عايزين نتصور معاك ويا ريت حضرتك تشاركنا، فهو بس ايه الطيبه شويه. ودايما بقول ان الفقر مع الغربه بيبقوا وحشين جدا، فيا ريت الاجانب عموما في بلدنا سواء كانوا افارقه او سوريين او غيرهم ما ننساهمش في صدقاتنا، سواء صدقات او زكاه الفطر او غيرها. يمكن كنت عايزه اتكلم شويه عن الفرق ما بين الصدقه وما بين الزكاه. الزكاه يمكن هي حق واجب للفقير من مال الغني، والزكاه متحدده فقط في الحالات اللي مذكوره في الايه القرانيه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. دي اللي هم الواجب عليهم الزكاة. أما الصدقة فهي متوسعة بشكل أعم. الصدقة تروح، وده اللي أنا كنت بعمل بحث امبارح، ويعني دايما الله عجبتني جدا اللي هي اللي هو محتاج للصدقة ولكنه مش يعني مش فقير، بس هو محتاج لها، هو عايز يجيب حاجة، هو محتاج حاجة ناقصاه، هو محتاج لها ومش فقير، تجب عليه الصدقة. كمان الصدقة مش بس تجب على الفقراء، ده الصدقة على الزوجة، ده انت مصاريف الزوج على زوجته بتعتبر صدقة، مصاريف الأب والابن على أولادهم صدقة. تخيلوا الصدقة وصلت ازاي، فتخيلوا الحسنات اللي احنا يعني بتبقى حوالينا وعايشين بيها ولكن مش حاسين بيها، يعني درجة ان انا ايه ده، هي ان انا اصرف على ابني انا كنت فاكراه فرض او واجب، لا ده طلع صدقة، ان انا اصرف على ابني ده مش فرض عليا على فكرة، بل بالعكس ده الفرض ان الولد هو اللي يصرف على ابويه. هنكمل معانا طبعا حديثنا عن الصدقات وعمل الخير مع قامات العمل الخير في مدينة اكتوبر استاذة منال، وبرضو نتكلم عن المبادرات في شهر رمضان. ايه المبادرات اللي انتوا عملتوها في شهر رمضان؟ احنا بفضل ربنا. طب قبل حضرتك ما تجاوبيني على السؤال، معذره انا معايا مداخله تليفونيه، استاذ محمد اتفضل. يا استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم بجد، يعني ناس محترمه جدا على اللي انتم بتعملوه، ربنا معاكم ان شاء الله، يعني واحنا في ايام كبيره يعني. ربنا يبارك وربنا في حضرتك وربنا يجزيكم كل خير ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ محمد، جزاك الله كل خير. كلمني يا استاذ محمد، يعني كان ليك تجارب في عمل الخير وفي الصدقات ولا ايه؟ انا والله لسه الايام، انا من محافظه اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه يا فندم، بص انا لسه دلوقتي كنا فعلا كلامك، انا متابع معاكي انا على التليفون، كلامك مظبوط. انا دلوقتي في حد جيراننا يعني ظروفهم صعبه، بنينا لهم اوضه اللي هم يقعدوا فيها ناس مسنين ومعهم ابن واحد، وهم ناس كبيره يعني وعاوزين يبنوا لهم اوضه كمان، بس الفلوس اللي احنا معنا اللي لميتها يعني وناس اهل الخير لميتها معايا يا دوبك عملنا لهم الاوضه اللي تحت، عايزين يبنوا اوضه بس كمان، بس للاسف الفلوس ما تفتش يعني، ومعهم الاثباتات معهم الورق ومعهم حاجات اللي زي كده، يعني لو حد يقدر مثلا يجمع مثلا معانا مبلغ ولا حاجه واحنا في ايام كبيره يعني للناس دي، ان شاء الله هنحاول نتواصل مع حضرتك. وانا بناشد يعني كل الجمعيات في اسيوط وكل اهل الخير في اسيوط ان هم يتواصلوا مع حضرتك او يتواصلوا عن طريقنا، واحنا نديهم رقم حضرتك ان شاء الله، ونتمنى ان في حد منهم يكون سامعنا وشايفنا ويتواصل معنا. واشكرك جدا يا استاذ محمد على اتصالك. هرجع تاني واتكلم عن مبادره اتنين كفايه، ويمكن كنت سالت حضرتك يا استاذ احمد قبل الفاصل مبادره اتنين كفايه، انت حضرتك قلت ان هي على مدى سنتين. طيب على مدى سنتين المبادره نجحت؟ طبعا لازم تحقق النجاح طول ما فيش يعني انا عايزه اقول لك نجحت. هات لي دليل واحد ان هي نجحت، يعني انا شايفه الناس ما اكثرهم من الخلفه، يعني احنا بنقول اتنين كفايه واقل حد في مصر مخلف اتنين ثلاثه واربعه وخمسه. تمام، بس احنا طرق الابواب بتاعنا خاص، يعني في ناس سمعت الكلام واتصلت على اتنين. اكيد طبعا، احنا البرنامج بتاعنا خاص بالمستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، يعني طرق الابواب خاص بالفئه من الفئه دي من الناس، ودي طبعا اكتر فئه فقرا في مصر.
عشان كده احنا مركزين حملتنا على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه. لكن طبعا مؤخرا احنا تم افتتاح عياده لتلقي وسائل تنظيم الاسره بالمجان لجميع الفئات، لجميع فئات الشعب. تمام، نقدر نقول ان المبادره ممكن نقول نجحت بنسبه 85%. تمام، ال 15% دي شويه معتقدات خاطئه، يعني ممكن برضو نتكلم عنها نصححها للمشاهدين ولعامه الشعب. مثلا زي المعتقد الخاطئ ان الناس بتستخدم حديث الشريف لرسولنا الكريم بشكل خاطئ، اللي هو ايه؟ تنكحوا تناسلوا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. يا جماعه هنا رسولنا الكريم كان المقصود ان انا لما اتناكح او اتنازل او اتكاثر انا هخلف طفل. اقيموا السنه معنى ان انا اتزوج لان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، اخلف لان كمان يعني ايه الغلط في الموضوع؟ لا الغلط بقى هنا في ايه؟ الخلفه المقصود هنا بالرسول احنا هنباهي الامم. هم خدوها بالكسره بقى، بالولد الصالح، بالبنت الصالحه اللي هتنتج لبلدها، اللي هتتعلم كويس، اللي هنوفر لها رعايه صحيه مناسبه، اللي هتقدر تربي ابنائها وتتعلم. هنا كمان يعني انا بشوف حاجه بستغرب لها جدا، ان يعني اكتر الناس كمان عددهم في الخلفه كتير بيكون الناس الفقيره والناس المحتاجه، لان هم ما عندهمش وعي. فده اللي بستغرب له. هنا دوركم بقى بيبقى ازاي معاهم؟ طيب ممكن مثلا زياره مثلا لمثقفه، تروح مثلا لسيده فقيره ما عندهاش مصدر دخل، فبتحاول توعيها، تقول لها حضرتك لازم يكون في مباعده بين كل طفل والتاني كده كفايه. لو هي مثلا مخلفه عدد كبير من الاطفال، الرد بيبقى ايه؟ ما هو انا بخلفهم بيساعدوني لما بيكبروا، هخرج الولد من التعليم يشتغل صبي ميكانيكي ولا يشتغل على توك توك ويشتغل ويجيب لي فلوس. في فئه نسبه كبيره من الناس بتفكر كده، ما بتفكرش في ان الابن ده ليه حقوق، ليه مستلزمات. يمكن انا معايا مداخله تليفونيه من استاذه جيهان منسق مديريه التضامن الاجتماعي. اتفضلي يا استاذه جيهان. ايوه يا فندم، مساء الخير. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير يا رب. حضرتك منسق مديريه التضامن الاجتماعي وبنتكلم عن مشروع اتنين كفاف، عايزه حضرتك تكلمينا بشكل كده في استفاضه عن المشروع. ومعانا استاذ احمد قاسم مدير المشروع. جمعيه مستقبلنا حلمان. اهلا بحضرتك يا استاذه جيهان، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذه. الله يعزك. هو طبعا المشروع بتاعنا بيهدف لحد من الزياده السكنيه لفئه معينه اللي هي بتستفيد من برنامج تكافل وكرامة. مظبوط. تمام. تمام. بيعتمد على نظام طرق الابواب، التوعيه الجمعيات اللي احنا تبع محافظه الجيزه، يعتبر دلوقتي 9 جمعيات، بالاضافه ضفنا طبعا جمعيه جديده الشهر ده هيتفتح فيها اعياد، فكده يعتبر معانا 9 جمعيات. الجمعيات اللي كانت شغاله قبل كده السنه اللي فاتت تشتغل على طرق الابواب، والبنات المثقفات بينزلوا توعيه للسيدات اللي هم بيحصلوا على تكافل وكرامه من وزاره التضامن عموما يعني. تمام. الو؟ مع حضرتك، اتفضلي. ماشي. الاسر طبعا المستفيده من البرنامج ده عندنا في محافظه الجيزه 139,583 اسره. ياه، ده عدد كبير. ما هي لان يعني احنا ماسكين مناطق تعتبر اكبر محافظه، محافظه الجيزه ده في محافظه واحده ال 139,000. كل ده كده محافظه الجيزه. محافظه الجيزه فقط. بس انتوا كمان معاكم الواحات صح؟ مظبوط. ما هي الواحات البحريه ضمن محافظه الجيزه. الواحات ما هي تبع المحافظه. ضمن محافظه الجيزه تبع جمعيه مستقبلنا حلمنا. مظبوط. تمام. استاذه جيهان، يمكن انا سالت استاذ احمد السؤال ده، مبادره اتنين كفايه على مدى سنتين حضرتك شايفه ان هي نجحت؟ طبعا نجحت. نجحت في تحقيق اهدافها؟ بنسبة كبيرة جدا طبعا، بنسبة كبيرة حققت اهدافها. في يعني الناس متقبلة التوعية ومتقبلة ان انتوا تقولوا لهم كفاية اتنين؟ طبعا في ناس كتيرة بتتقبل، في ناس بتتقبل طبعا المبادرة. تمام. هل في مبادرات أخرى؟ أنا كنت شايفة إن المبادرة دي برضو كان بيرعاها السيد الرئيس. طيب هل هناك مبادرات شبيهة بهذه المبادرة؟ يعني مبادرات أخرى حضرتك متضمناها يعني أو من القائمين عليها؟ لا حضرتك، هو انا بس مسؤوله عن اتنين كفايه في محافظه الجيزه، مفيش حاجه تانيه. ومؤخرا اشكر حضرتك جدا يا استاذ جيهان على اتصالك ونورتينا في برنامج ستات دوت كوم، شكرا جزيلا يا فندم. احنا يمكن مش مهما اتكلمت مش هقدر اوفيكم حقكم، بس برضو انا ما اتكلمتش باستفاضه عن المبادرات، احنا في شهر رمضان وفي ظل ازمه عالميه موجودة، فمش قادرين نعمل موائد رحمن. أنا عارفة أن كان برضو من ضمن عمل الجمعية أنها بتعمل موائد رحمن في رمضان، وانتوا ما قدرتوش تعملوا موائد رحمن السنة دي، فإيه البديل لموائد الرحمن عندكم؟ احنا عملنا مبادرة اسمها اطعامك لحد باب دارك،
كنا بنعمل وجبات يوميا من 150 ل 200 وجبه يوميا، وطبعا حضرتك والاستاذ صبري والشباب المتطوع، وفي معنا الاستاذ خالد حسني، كنا بننزل نوزع الوجبات لحد باب الدار، لحد باب الشنطه. تمام. دي في حاجه تاني شبيهه لها، يمكن برضو كنا بنتكلم وحضرتك قلتي ان في لبس كساءك وعديتك لحد باب دارك، دي خاصه بالاطفال الايتام وغير القادرين، احنا هنجيب لهم الكساء بتاعهم وعديتهم لحد باب الدار عندهم عشان يحتفلوا بعيد الفطر المبارك. يعني حضرتك بتروحي بتعملي الاكل في الجمعيه؟ انا يمكن وحضرتك يا استاذه هنا لو طبختي معانا يعني لو معاكم فيديو العمل اي هي بتروح تطبخ في الجمعيه وبتقعد بصراحه اليوم كله وبتتعبنا معاها على فكره وبعد كده بناخد الاكل ونروح نوزعه فبس الواحد وهو بيعمل حاجه دي صراحه بيحس بمتعه رهيبه سبحان الله. يعني انا عايزه اقول لكم الواحد بيبقى عنده كم هموم وكم مشاكل وكم حاجات كتير جدا، صدقني لما اعمل مش لسه تفكر، اعمل اي حاجه. ما انا قلت الصدقه وعمل الخير مش بس ان انت تطلع فلوس، ما انا يمكن ما اقدرش ان انا اطلع فلوس مش معايا، بس اقدر اعمل حاجات تانية كتير، اتبرع بجهدك بصحتك، كل ده بيبقى عند ربنا. يعني ان انت تنزل تساعد جمعيه زي دي، ان انت حتى لو بمجهودك فقط تساعد معاهم في ان هم بيطلعوا للدور الخامس والسادس عشان يطلعوا الوجبات للناس على الفطار، وصراحه كم السعاده من الناس ان ممكن الناس، انا والله ما كنت قادره اصدق ان ممكن ده يحصل. ايه ده، الناس قاعده مستنيه الوجبه، يعني الناس فعلا قاعده ما عندهاش فطار ومستنيه ان احنا نروح نودي لها الفطار بتاعها، فدي حاجه جميله جدا. كمان هي جايبه لهم هدوم على العيد، لبس العيد طبعا عشان نفرح اطفالنا الايتام واطفالنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا باعضاء الجمعيه باهل الخير اللي شاركوا معانا، وتم شراء ملابس العيد وتحضير العيديات عشان نوزعها على الاطفال الايتام، وان شاء الله يعني بنبتدي توزيع، وعملنا كحك العيد طبعا، طبعا هنوزع عليهم كحك العيد كمان مع العيديه ومع لبس العيد. طيب احنا يمكن معانا استاذه ميرفت هتدخل دلوقتي المفروض يعني، فقبل ما تدخل استاذه ميرفت برضو استاذ صبري لازم نتكلم المبادرات اللي حضرتك شاركت فيها، احنا اتكلمنا عن مبادرات كتير واعمال خيريه كتير، فالصندوق الجمعيه ده انا عايزه اعرف برضو اهداف صندوق الجمعيه بيعمل ايه؟ بيجمع فلوس ولا بيطلع فلوس ولا ايه؟ بتقبضنا ولا هتعمل ايه؟ مش فاهمه. هو عشان انا مالي شويه، فاحنا البلد بتمر بظروف استثنائيه دلوقتي فيلزمها قرارات استثنائيه. احنا عندنا رجال الاعمال والناس المستثمرين والكلام ده قليل منهم جدا اللي بيتبرع، وطبعا احنا بنقول في الجمعيه ناس كتير بتدعمنا من الناس الجمعيه المستثمرين والناس رجال الاعمال، هم رفضوا ذكر اسمهم لكن هم ناس طبعا يشكروا على كل اللي عاملينه معانا. لكن انا عندي فكره، لو احنا قلنا 50% من ثروه رجال الاعمال والمستثمرين، ما يمكن انا برضو يا استاذ صبري سالت حضرتك سؤال يمكن في الاول وقلت لحضرتك ايه اللي انت محتاجه في الجمعيه بتاعتك عشان تبقى موجود او معروف زي الجمعيات الكبيره اللي بنشوفها، مش عايزه اذكر اسماء ولكن مصدعيننا ليل ونهار ومش شغالين ومش شايفاهم. يمكن يا جماعه برضو على يعني على ذكر الكلام والحديث عن الجمعيات وكده، فجريده الديار طبعا بقياده الاستاذ عصام عامر اللي بقدم له كل الشكر والتحيه، استاذي ورئيسي طبعا في الشغل، عاملين موضوع جميل جدا عن الجمعيات اللي هي مصدعانا بالاعلانات ومش شايفينها على ارض الواقع، وفي كلام كتير يمكن من اعضاء مجلس النواب اتكلموا بشكل جميل جدا وانتقدوا كثير من الجمعيات اللي عامله اعلانات بالملايين، في حين ان الملايين دي ممكن نصرفها على حاجات تانية والناس محتاجة لمليون واحد مش ملايين. يعني ان انت تطلع مليون واحد تمن اعلان انت عامله على قناة فضائية، انت ممكن توكل مدينة زي مساكن عثمان. فانا بقدم الشكر لاستاذ عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار ورئيس مجلس إدارة الجريدة، وأستاذ محمد هاني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الديار، ألف شكر على التحقيق الجميل اللي انتوا عاملينه. كمل حديثنا.
هو دعوه لرجال الاعمال اللي بيتبرعوا او المستثمرين اللي بيتبرعوا للجمعيات المشهوره قوي دي اللي هي معروفه. لا بص، في جمعيات تانية كتير شكلها صغير او تبان قدامك انها صغيره، لكن على ارض الواقع هي مسمعه كويس جدا، هي شغاله كويس جدا. بدل ما تروح تدي فلوسك لحاجه جمعيات، لا بص للجمعيات القليله. في فكره او مبادره او كده انا بقولها، لا احنا لابد من صدور قرارات استثنائيه للبلد، اخذ مبالغ كبيره من الجماعه المستثمرين ورجال الاعمال، وتتحط في صندوق تحيا مصر. تتحط يبقى صندوق تحيا مصر لازم يكون للجمعيات الاهليه نصيب فيه، يعني لازم الصندوق نفسه يعني يدعم الجمعيات من خلال اخذان الفلوس من رجال الاعمال والمستثمرين. وبعدين انا ما اسيبش رجل الاعمال النهارده يتبرع، يقول له برع بمليون ولا او برع بكام شنطه ولا برع دي. انت 50% من ثروتك بتاع صندوق تحيا مصر، 50%. كان الرئيس جمال عبد الناصر لما قامت الثوره اتأمم كل الفلوس بتاع الناس الاغنياء كلها لمصر، وانتقد بشكل بغض النظر. انت مطلوب مني، ولكن انا بالعكس فكره بالظبط. احنا في ظرف استثنائي، انت عندك وباء وعندك كوارث وعندك البلد مش قايمه. طب هنعمل ايه؟ نجيب يعني احنا عاملين استحاله على صندوق النقد الدولي هات لنا فلوس وعمال يمنع لنا شروط. وعندنا على فكره ناس غنيه جدا تقدر تقيم دول كتير على فكره، تغطي صندوق النقد اللي احنا بنتكلم. لا خالص، 50% من ثروات الناس دي تصادر. يمكن دي انا عايزه اسمها مبادره موجهه للدوله، ان لا ده من حق الناس ان يبقى لها حق في ثروات الناس الاغنياء. الناس دي عملت الثروات دي منين؟ ما هي من مصر ومن دم المصريين، من العمال ومن مصر، خدوا اراضي وخدوا كل ده من مصر. ان آن الاوان دلوقتي ان هم يردوا الجميل لمصر. فلازم ان احنا مبادره 50% ما يكونش اكتر من كده من ثروات رجال الاعمال والمستثمرين تصادر بمعنى كلمه تصادر لصندوق تحيا مصر. ومن خلال صندوق تحيا مصر يتم مراعاه الجمعيات الاهليه الصغيره اللي هي لها نشاط وموجود، يبدا ندعم الجمعيات دي عشان تبدا تعرف تشتغل. دعوه لكل الناس اللي عايزه تساهم في الخير في اكتوبر، عشان الجمعيه بتاعتنا في اكتوبر. بص للجمعيه، احنا فاتحين ابواب الجمعيه، تعال معانا. حط ايدك في ايدينا، هتساعدنا وهنساعدك في انك توصل زكاتك وتوصل الصدقه بتاعتك للمستحقين، لان الجمعيه فعلا فيها ناس كتير جدا مستحقيه الزكاه، مستحقيه الصدقه. يمكن انت قاعد ما انتش عارف انت ايه اللي بيحصل، لكن لو انت نزلت وبصيت للجمعيه وشفت حالات الجمعيه اللي موجوده، فعلا في ناس بتبقى مستنيه كيلو رز وكيلو سكر وازازه زيت، ناس بتبقى مستنياها يعني وبتبقى بتتمناها. ويمكن انا بظن وصلت لصوت حضرتك، وكمان مش بس كده يعني، يا ريت كمان حكايه العشر اللي موجوده عند الاخوه المسيحيين. ويمكن احنا اتكلمنا في حلقات قديمه في الموضوع ده، وقلنا يا ريت الدوله برضو تقتص من مرتباتنا ومن مرتبات جميع الموظفين العشر كده، والله ما هيبقى في حد محتاج في البلد. طبعا انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد قاسم، مدير مشروع مبادره النيل كفايه، نورتنا النهارده في ستات.com. وسعيده بلقاء حضرتك جدا. احنا هنطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله.